أقول لك أنا ما برجع يا أخي. الحمد لله ناس طيبين ورذاذ وخيرات، حرفيا ناس طيبين رذاذ وخيرات. انت الحين من اهل الجبل وسمولي تمام. مرحبا. كان استقبال جميل بفن الرغيف. مرحبا. شاي قبل سمحان غير الحطب. بسم الله. انت الحين بتجرب حليب الابل؟ حليب الطبيعي ما اي حليب ابل، وهذا حليب الابل اقربه لي اول مره في حياتي. حليب الابل فرش لذيذ والله. صرف لي عشان يقول لك وجبة المعجين تجلس تقريبا شهر وأكثر لأن طريقة إعدادها مختلفة. صار دقيق. يا حي وسهلا، ويا أهلا وسهلا بكم، وزورونا في الخريف.